وشوطنا السابع عشر نتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط، نتابع انطلاقة هذا الشوط، وشوطنا السابع عشر في هذه اللحظات نتابعه هناك باندفاعته الجميلة، ونتابع هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط، شوطنا الختام نتابعه وإياكم في هذه اللحظات. إذن هناك المقدمة والصدارة واللي أيضا تسيطر على مقدمة الشوط، هناك اللي هي ضبية لعبد الله بن زايد بن منصور الخيارين هناك اللي في مقدمة الشوط اللي على المركز الأول الضبية من واقع التسجيل لعبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين، وليس شعار الخيارين اللي على المركز. إذن هناك اللي في مقدمة الشوط، هناك اللي في صدارة الشوط وفي مقدمة المركز الأول، نتابع وإياكم اللحظات، نتابع اللي تسللت هناك ريمة لحمد بن مبارك ومحمد البوسعيد الخيارين على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات نتابعها ونتابع انطلاقتها اللي على المركز الثاني ريتاج لعبد الله بن عنزان بن خاتم النعيمي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث من تصن بلبلة لحمد بن سالم بن حمد القمرة النابت مع المركز الثالث، المركز الرابع واللحظات للتعرف على المركز الرابع في هذه اللحظات، نتابع شعاع لحمد بن علي بن عبد الله المهندي على المركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الخامس في هذه اللحظات رسمية لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وشوف شوط الختام هنا في هذه اللحظات، نتابع وإياكم انطلاقة هذا الشوط واندفاعته واندفاعة شوطنا، وشوط الختام والمقدمة مع اللي تقود المسار ريمة على المركز الأول لحمد بن مبارك بن محمد البوسعيد الخيارين على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط، ولكن نرى هنا التسلل في هذه اللحظات من ريتاج لعبد الله بن عنزان بن خاتم النعيمي على المركز الأول، غيرت على المركز الأول، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات بلبلة لحمد بن سالم بن حمد القمرة النابت، المركز الرابع رسمية لحمد بن جر الله بن حسين البريدي، والمركز الخامس من بدأت تغير على المركز الرابع شعاع لحمد بن علي بن عبد الله المهندي اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات، نتابع وإياكم انطلاقة هذا الشوط، نتابع الأسماء المشاركة، وهنا سيل قادم من المراكز الخلفية، يا سلام مع انطلاقة هذا الشوط، ولكن بقيادة ريتاج مع بن عنزان هناك في مقدمة الشوط، يا سلام، وشوط الختام من بيتسجل باسمه شوط ختام هذا الشوط، وأيضا ختامي الفترة الأولى من أيضا المسائية، هنا نتابعها للأشواط العامة، نتابع هنا أيضا الختام مسك مع اللي أيضا بتفوز في هذا الشوط، وهناك المقدمة مع ريتاج لعبد الله بن عنزان بن خاتم النعيمي، ولكن شعاع قادمة في هذه اللحظات لحمد بن علي بن عبد الله المهندي هناك مع المركز الثاني في هذه اللحظات، ولكن أرى شعار بن مسعود قادم في هذه اللحظات من بدأت تتسلل من الجانب الأيمن في هذه اللحظات، رويدا هناك في هذه اللحظات، بينما أيضا غيرت على المقدمة هناك في هذه اللحظات اللي هي الذيبة لجابر بن راشد بن جابر المسعود هنا مع المركز الأول، الله يا هذا الشعار، شعار بن مسعود، شعار جويزيان من حقق أيضا إنجاز أيضا التحدي، خنجر التحدي، وأيضا هناك، لكن الله، شوفوا اللي بدأت تتسلل في هذه اللحظات شعار بن جبران صاحب الشوط الرئيسي بيوم الأمس أيضا، وديروا بالكم من خير لجابر بن سالم بن جابر بن جبران المري مع المركز الأول، غير في هذه
اللحظات ريتاج على المركز الثاني مع بن عنزان، ولكن أرد دخول في هذه اللحظات والقدوم هناك من محارة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ولكن نرى هنا التدخل في هذه اللحظات والوصول في هذه اللحظات من الدوحة علي بن صالح بن محمد العطان المري هنا في هذه اللحظات نتابعها هنا مع المركز الثاني. يا السلام، وبقيادة الموهوب على المركز الثاني، بينما المركز الثالث رسمية حمد بن جر الله بن حسين البريدي، والمركز الثالث والرابع في هذه اللحظات من تصنه هناك في هذه اللحظات اللي هي بواسل علي بن عامر بن سعيد الفهيدة المري، ولكن أرى هنا دخول من شعلة محمد بن حسن بن راشد بن ديلة المري، ولكن نعود إلى خيره. يا السلام يا سلام يا خيرة، يا سلام يا خيرة، يا سلام يا خيرة، ابن ديلة قادم، وأيضا هناك شعار بن العطان قادم في هذه اللحظات. يا سلام، والمركز الرابع في هذه اللحظات نتابع هناك تأثير سعيد بن محمد بن زايد مطوع الخيارين، ولكن نعود إلى المقدمة خيرة مع جابر بن سالم بن جبران المري، ويلا يا بن جبران هنا وصاحبة نقطة في المحلية الثاني، ها هي وفي رصيدها سيارة. يا سلام يا خيرة، يا سلام يا خيرة، يا سلام يا خيرة، واللي ما عنده مثل خيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلاقتها قوية وجميلة وعصاها في بطانها، وسلامي عليك يا بن جبران، يا سلام يا بن جبران، يا سلامي عليك على هذا الانطلاق. يا سلام يا خيرة، جابر بن سالم بن جبران المري اختتمها بن جبران، اختتم هذا اليوم يا سلام بهذا الشوط مع خيرة. خيرة خيرة خيرة، سلام يا بن جبران سلام، عصاها في بطانها، شوف العصا. مشكور يا ابو شارب، مشكور يا مخرجنا العزيز بهذه اللقطات الجميلة، وفي رصيدها اربع سيارات. يا سلام سلام خيرة سلام، من تصل الى خط النهاية لي ايضا جابر بن سالم بن جبران المري، ما وصلت في المركز الثاني في هذه اللحظات. هناك تأثير سعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين المركز الثالث، شعلة لمحمد بن حسن بن راشد بن ديلة المركز الرابع. المركز الرابع وصلتنا هناك صناعة خليفة بن حمد بن خليفة العطية المركز الخامس. المركز الخامس وصلت شهلولة حمد بن فهيد بن صالح الفهيدة المري، سلام يا خيرة برصيدها الحافل بالإنجازات، أربع سيارات في رصيدها، عصاها في بطانها، أداءها جميل، وخيرة تصل بكل سلام وأمان إلى خط النهاية، عصاها في بطانها بأداءها الجميل وتوقيت خيرة 7:40، سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك خيرة أيضا سالم بن جبران وجابر بن سالم بن جبران المركز الثاني، وصلت هنا في هذه اللحظات اللي هي تأثير قاطع المسافة 7:42، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك تأثير سعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، وصلت المركز الثالث في هذه اللحظات شعلة لمحمد بن حسن بن راشد بن ديلة، قاطع المسافة 7:44 وجزئين من الثانية. مشاهدينا الكرام